أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 667 إصابة بكوفيد 19 في 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد 49,687. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. من جهة ثانية، أعلنت الصحة تسجيل 300 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59,204 حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الحالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.